بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. صححه الشيخ الألباني. قال: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحق وجوبا. وإذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، ده إذا كان مضطرا ولا يوجد غيره، هذا فرض كفاية. قالت أن من في ماله فضل يجب أن يبذل الفضل مجانا أم مع بقائه في الذمة؟ الذي في ماله فضل إن كان السائل مضطرا وجب عليه أن يعطيه، و رحمه الله إن كان كما ذكرنا إعطاء هذا فرض كفاية، وربما يكون قد تعين لعدم ولود غيره ممن يعطيه. وإن كان قد أدى زكاة ماله فلا يلزمه التبرع بالزيادة، وإنما يجب البذل وتكون دينا في ذمة الآخر، والله أعلى وأعلم. وإن كان هناك جمع ممن لم يؤدوا الزكاة أو الحقوق الواجبة وجب عليهم أن فرض كفاية أن يكفوا هذا المحتاج حاجته ويعطوه ما يكفيه حتى لا يسأل أو حتى يجد كفافة من العيش. بذل الفضل زيادة على ذلك، هناك في بعض الحقوق الواجبة، فمن كان من ضيف محتاج وجب بذله مجانا، لأن الضيافة حق للضيف واجبة، يلزمهم أن يضيفوه، وإلا جاز أن يأخذ من غير إذنهم حقه في القرى. قال: إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، سأل المحتاج من في موضع نصب، سأل المحتاج رجلا في ماله فضل، فيجب على من في ماله فضل أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. وكذلك إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. وهذا لا شك فيه في وجوب الدفع للمضطر، إنسان جائع جدا، عطشان يكاد يهلك من العطش، إنسان عاري البدن يجب أن يكفى في ساعته، هذه الضرورة لابد أن تدفع، وسواء سأل بالله عز وجل أو سأل مطلقا. ولكن السؤال بالله أعظم تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. ها؟ قرض ربا ويدفع عنه إزاي؟ حينحبس. هذا من البلاء الذي نزل به سبب المعصية، اقترض بالربا وعجز عن التسديد، فهذا يعني إذا تاب إلى الله عز وجل ينظر في دفع أصل المبلغ، وأما الدفع لدفع الفائدة الربوية فأنا لا أحسنها، لأن لعن الله أكل الربا مؤكلا. قال: ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة اللي هو الكرم والجود، والثاني مذموم فيهما. طب إذا سأل من يعلم عدم حاجته، إذا سأل سائل وهو يعلم أنه غير محتاج فلا يجوز أن يدفع إليه الزكاة. وأمر الصدقة إذا كان هناك من يعلم أولوية حاجته عنها فالأولى أن يدفعها إلى من هو أولى، لكن لا يحرم أن يعطيها.
من صدقة تتطوع، فلعله أن يستعف، ولعله أن يمتنع عن منكره وفاحشته، ولعله أن يتصدق على الناس. الحديث تصدق الليل على غني وعلى زنية وعلى سارق. وأما إذا كان لا يعلم وسأله فينبغي أن يعطيه، وللسائل حق على الأحوال. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والوجوب متجه، وجوب أن يعطيه شيئا ولو يسيرا، لكن إذا كان يعلم أنه غير محتاج أو أنه يستعين به على معصية الله عز وجل لا يعطيه. كما ذكرنا، إذا كان يعلم أنه ليس من أهل الزكاة فلو أعطاه من الزكاة حرم ذلك بهذه النية ولم تجزيه عن الزكاة. المتسولين دول إذا كان يعلم بنقول إن هم مش محتاجين يبقى ما ينفعش تديهم من الزكاة. من التطوع يمكن أن يعطيهم إن شاء، وأولى أن يعطيه من هو أولى منه، الفقير المحتاج. من لا يعلم عنه شيئا فليرده ولو بظرف محرق، فليرده بشيء ولو يسير جدا. مقام الإنفاق من أشرف في مقامة الدين، تفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه كما ذكرنا. يقول: وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الآية الكريمة احتج بها، وهو احتجاج صحيح، على وجوب زكاة التجارة، لأنها من طيبات ما كسبتم. ومما أخرجنا لكم من الأرض زكاة الزروع، مستثنى منها ما ورد الدليل بعدم إخراج الزكاة فيه. وزكاة الخارج من الأرض من المعادن أيضا حجة من احتج بهذه الآية عليه قوية. ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث منه، وهو أخبث المال، أسوأ الذي المعيب الذي فيه نقص. تنفقون، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، يبحث عن أرض المال ويتصدق به. ولستم بآخذيه، في معاوضة، إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تتنازلوا عن حقكم و يعني تتغاضوا عن العيب الذي فيه إذا كان في معاوضة. فلا تجعلوا لله ما لا تقبلونه لأنفسكم إلا بنوع تجاوز. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر، يخوفكم بالفقر إذا أنفقتم ويأمركم بالفحشاء، الأفعال الفاحشة المخالفة لشرع الله المنكرة. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذا أنفقتم غفر لكم وتفضل عليكم وأخلفكم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت مستخلف. هذه حقيقة يدركها من تأمل حال الإنسان حين ولادته وحين موته. يعلم أنه ولد لا يملك شيئا ثم وهب، فكان المال الذي في يده منتقلا إليه من غيره. وهكذا كل البشر إلى أولهم، فالبشر كلهم وهبوا ما بأيديهم ولم يخلقوا منه شيئا، فهم مستخلفون وسوف يرحلون عنه، فهو كالعرية في أيديهم، لابد أن ينفذ فيه أمر مالكه الحق سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأتوه من مال الله الذي آتاكم. ويقول: وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آتى المال على حبه، يعني رغم حبه للمال، ذوي القربى قرابته الذين يحتلون إلى المال يصلهم بماله، واليتامى وهو كل من فقد أباه وهو صغير، والمساكين وكل من لا يجد كفايته. المساكين لما تطلق يدخل فيها الفقراء، وكذا الفقراء. وابن السبيل من فقد ماله في طريقه واحتاج. والسائلين ده قسم مستقل هنا، دليل على أن السائل له حق كما ذكرنا، إلا أن يعلم أنه غير مستحق. قال: فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه.
ذكر الإنفاق يعني قبل إقام الصلاة وإقام الصلاة وآتى الزكاة. يقول وذكره تعالى وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولو كان بهم حاجة وفقر يؤثرون على أنفسهم يؤثرون غيرهم كضيف أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما حين أطعمه طعام الصبيان وباتوا هم وصبيانهم صبيانهم طاوين بلا عشاء تلك الليلة. وهذه أعلى قدرا ممن آتى المال على حبه لأن الحب يكون موجودا ولكن لا يلزم وجود الحاجة والفقر. فأما مع الإنفاق مع وجود الحاجة فهذا الإيثار أعلى قدرا والإيثار أفضل والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده الآية الكريمة. وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الآية تدل على مشروعية الإحسان إلى غير المحاربين من الكفار لأن الأسير إنما يطعم من باب الإحسان والبر وإنما يكون أسيرا إذا كان في دار الإسلام إذا كان كافرا. والآيات والأحاديث بفضل الصدقة كثيرة جدا ومن كان سعيه للآخرة راغب في هذا ورغب وبالله التوفيق راغب فيه ورغب غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوا هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة. وكما قال ابن عمر فيما رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وإذا لم يكن هناك عذر يمنع من وجوب من إجابة الدعوة فهي واجبة بالاتفاق في وليمة العرس والظاهر وجوبها في غيرها من الولائم لعدم ولود المخصص. ولم يذكر لهم من استعاذ بالله فأعيده استعاذ بالله عز وجل من شر أحد فيعيده من شر نفسه ومن شر غيره إن أمكنه ذلك وطلب العوذ وهو الحماية والدفاع. إذا كان هناك مانع من إجابة الدعوة مثل وجود منكر أو وجود دعوة سابقة أو جار أقرب فهذا يكون عذرا أو وجود من وعده الإنسان بحيث يتعذر عليه إجابة الدعوة. فلو كان هو يعني قد دعا أناسا للحضور إليه مثلا الأضياف الأضياف يأتون إليه فهذا عذر يمنع من إجابة الدعوة لأن إجابة الوفاء بالوعد واجب. قوله عليه الصلاة والسلام ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة أعوذ بالله كما يقع كثيرا من بعضهم نسأل الله العافية أن عفو العافية في الدنيا والآخرة. بخلاف أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله عز وجل ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه لهم كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة.
قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب المعروف حتى تروا تظنوا أنكم قد كافأتم، أو تروا، قلوا حتى تروا، تروا بمعنى تعلموا، تروا تظن. في رواية أبي داود صححه الألباني: حتى تعلموا أنكم قد كافأتم، فتعين أنها تروا، تعين الثاني لفتح التاء. وفيه: من سألكم بالله فأجيبوا، أي إلى ما سأل، فيكون المعنى أعطوا، في رواية أبي داود. وعند أبي داود من رواية أبي نهيك عن ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه، والحديث فيه ضعف. وفي رواية: من سألكم بالله، ومن سألكم بالله، هذا صحيح. قال فيه مسائل: إعادة من استعان بالله، الثاني إعطاء من سأل بالله. الكلام ده إيه تعلقه بالتوحيد؟ تعظيم اسم الله عز وجل، والإعطاء لمن سأل بالله عز وجل تكريما لاسم الله سبحانه وتعالى، وعدم رد من استعمله في السؤال. الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة المكافأة على الصنيعة. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر عليه. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموا، يعني تدعو له بقدر المعروف، أكثروا من الدعاء. كانت عائشة رضي الله عنها إذا أسدت إلى أحد معروفا فدعا لها، كانت تدعو له بالمقابل وترد عليه حتى يبقى لها معروفها.